الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة واحد من الناس في رمضان. مساء الفل يا رجال. مساء الفل يا دكتور. رمضان كريم عليكم. أخباركم إيه؟ الحمد لله. زي ما حضراتكم عارفين إحنا كل يوم في رمضان بننزل بنروح في جولتنا، بنروح مكان فيه عمال عشان نقول لهم كتر ألف خيركم ومتشكرين على المجهود اللي أنتم بتعملوه في البنى والتعمير، وأنا مسميهم أجمل ناس في مصر، عمال مصر أجمل ناس في مصر. النهارده احنا هنروح فين؟ عارفين هنروح فين النهارده؟ عايز اوديكم مشروع قريت عنه، مشروع جميل جدا اسمه سكن لكل المصريين محدود الدخل. انتوا عارفين ان مشروع سكن لكل المصريين ده محوري محدودي ومتوسط الدخل، 100,000 وحده سكنيه تتضمنها مدينه حدائق العاصمه ضمن محوري محدودي متوسط الدخل عشان الناس اللي ظروفها الماليه صعبه. بتراوح مساحة الوحدة السكنية ما بين أظن من 90 ل 120 متر، موجودة في قلب مدينة حدائق العاصمة. المواد الخام الموجودة في المشروع كلها مواد خام مصنعة محليا. نكمل على طول كده، أكيد هنلاقي عمال، أنا شايف في عمال هناك أهو. عمارات حلوة أهو، شايف العمال دول؟ خش عليهم ما شاء الله، حاجة زي الفل والله يا جماعة. وقفني هنا كده. السلام عليكم. صباح الفل. كل سنة طيبين. زي الصحة. الحمد لله. السلام عليكم. أنا آسف أزعجتكم، معلش على الصبح. رمضان كريم. الله يخليك. أتعرف على حضرتك. عدنان مقبول يا فندم. إحنا هنا فين؟ احنا في حدائق العاصمة. حدائق العاصمة مشروع ده، ده مشروع ايه ده؟ الاسكان المتوسط. الاسكان المتوسط عبارة عن ايه؟ عبارة عن وحدات سكنية فيها معماير 24 شقة في العمارة واحدة. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضل اتفضل. حضرتك منين؟ انا من اسيوط. اشتغل هنا ايه؟ انا مشرف هنا. اسف؟ ما شاء الله. تعرف عليك؟ عامل. اشتغل عامل هنا؟ عامل. بتعمل ايه بقى؟ بطلع رخام وبطلع سيراميك. الله ينور. خليك يا باشا. منين؟ اسيوط. عندك اولاد قد ايه؟ معايا 10. 10 عيال؟ خمس بنات وخمس ولد. ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. ربنا يخلي. عاوز تقول لهم ايه بقى في رمضان؟ عايزين اقول لهم كل سنه طيبين وكل سنه الناس كلها بخير، رمضان علينا يجري علينا بخير ان شاء الله. وعليك يا رب ان شاء الله. تعرف بحضرتك؟ بدوي حسين يا باشا. اشتغل ايه حضرتك هنا في المشروع؟ عامل في المشروع هنا. منين حضرتك؟ اسيوط يا فندم. اسيوط احسن ناس. عندك اولاد؟ مين ومين؟ اربعه، ايه واسماء ومريم ومروه. عايز تقول لهم ايه؟ تعرفتهم؟ شفتهم اخر مره امتى؟ اخر مره من اسبوع. من اسبوع؟ قعدت معاهم شويه في رمضان وجيت. حضرتك منين؟ من اسيوط. صلاح السنوسي. اشتغل ايه؟ عامل برضه. ما شاء الله. وحضرتك؟ صلاح رمضان. منين؟ من اسيوط. اسيوط ده كله اسيوط هنا. بدر عبد الله من اسيوط. من اسيوط. طب بصوا يا جماعه، يعني انا مش عايز اعطلكم، انا جاي عشان اقول لكم برمضان كريم. وبعدين رمضان دايما كده يعني يحب التسالي، فانا هسالكم شويه كده، شويه اسئله كده، وهمشي على طول عشان ما اعطلكمش. في شخصيه زمان كنا بنعملها اسمها فطوطه، مين الممثل اللي كان بيعملها؟ سمير غانم. مظبوط، برافو عليك. 1000 جنيه دي من واحد منهم. شكرا. شكرا. طيب بس طيب، مين اللي لعب برضه في رمضان كان مسلسل كده جميل اسمه الآية الحلمية؟ يحيى الفخراني. لا لسه، بس اصبر عليا اصبر عليا. مين لعب دور العمدة سليمان غانم في مسلسل الآية الحلمية؟ كان صلاح سعداني. صلاح السعداني. مظبوط، برافو عليك. 1000 جنيه دي من برنامج واحد من الناس. كل سنة طيبة يا دكتور. كل سنة طيبة يا حبيبي. طيب، سليم البدري وسليمان غانم اتجوزوا ست واحدة في الآية الحلمية، كان اسمها ايه؟ صفين. صفية العمل. طب واسمها ايه في المسلسل؟ اسمها ايه؟ نازك السلحدار. طيب يا سيدي، مبروك يا سيدي، 1000 جنيه من البرنامج. ماشي يا باشا، كل سنة طيب. طيب، مين الممثلة اللي عملت فوازير رمضان في السبعينات وبعدين عملتها في التسعينات؟ نيلي. ألف مبروك. لاعب مصري شهير اشتهر بلقب البولدوزر ولعب في الدوري الإنجليزي. تكسبت قبل كده؟ تعالى. مبروك عمرو زكي، برافو عليك. طيب، لاعب مصري شهير بيلعب حاليا في نادي أرسنال واللي كسب قبل كده ما يجاوبش. محمد النني. تعالى.
مبروك 1000 جنيه ده. طيب ايه الشيء اللي بيخترق الزجاج وما يكسروش؟ ضوء. ضوء، تعالى مذاكر. كل سنه وانت طيب. طيب الكابتن محمود الخطيب اللي ما جاوب قبل كده ما يجاوبش تاني. الكابتن محمود الخطيب مشهور بلقب ايه؟ تعالى تعالى. مبروك. كل سنه 1000 جنيه في البرنامج. ايه العقرب اللي لا بيخاف منه الناس ولا بيأذيهم؟ ساعة. جاوبت قبل كده؟ مبروك 1000 جنيه دي في البرنامج. تسلم يا دكتور. اخر سؤال الكابتن عصام الحضري. ايوه السد العالي. مبروك يا عم، سقفوا له بقى الراجل. كل سنه طيبين ورمضان كريم، واحنا فخورين بيكم. انتوا اجمل ناس في مصر، انتوا بتبنوا وتعمروا البلد، ربنا يوفقكم. وانا اسف اني عطلتكم، ويعني نشوفكم على خير دايما وانتوا في صحه وستر. تأمروا باي حاجه؟ السلام عليكم. يعني زي ما شفتم حضراتكم اجمل ناس في مصر، اجمل ناس في مصر دول هم اللي بيعمروا مصر، بيبنوا هنا مشروع جميل جدا، خدمات خاصه بمنطقه حدائق العاصمه. كلهم جايين من كل محافظاتهم عشان يشتغلوا، يعرقوا، بيجتهدوا من عرق جبينهم عشان يبنوا بلدنا. ربنا يحفظهم. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين.